فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج برعاية بنك أمدرمان الوطني. مجموعة أقلام لينك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، المستمعون والمستمعات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتعكم الله بالصحة والعافية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء على قناة طيبة وعبر إذاعة طيبة. أيها الإخوة والأخوات، نسعد كثيرا بالمشاركة والتواصل والاتصال. أرقام التواصل نذكر الإخوة والأخوات الذين يتابعون عبر الأثير الإذاعي بأرقام التواصل 0183 40 77 77، أو 0183 43 46 88، أو 0183 43 87 99. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأهلا وسهلا ومرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، عليكم السلام. مرحبا، أهلا وسهلا. الله يحييك، أهلا وسهلا يا أختي. أنا عندي شغلة كده، وسواس في الوضوء، في الصلاة، في حياتي، يعني كلها كده. يعني أنا في قراءة القرآن أجي أقرأ السورة أقول لا، القراءة دي غلط، أخليه أقفل المصحف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. مرحبا بك يا دكتور، يعطيك العافية. والله يحييك، أهلا وسهلا. مرحبا بك يا دكتور. السؤال الأول شيء، يا دكتور السؤال الأول شيء، لعنة الله على اليهود والنصارى إذا بنوا فيه الرجل صلى على المسجد. الحديث ده في ناس قالوا ضعيف شديد يا شيخ، عليك الله ما يقال لهم. طيب والله في ناس عني قالوا الحديث، قالوا أول شيء النصارى ما بيبنوا مسجد ولا بيبنوه هناك. يعطيك العافية. الله طيب، يعطيك العافية. مرحبا شيخ عبد القادر شرعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الدكتور محمد الأمير إسماعيل، التحية لك ولكل الجماعة العامة في إذاعة طيبة وقناة طيبة طيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الأخ الكريم عبد القادر إبراهيم شرعي من الشلعاب وحطاب، أهلا وسهلا، مرحبا بك. بارك الله فيك، جزاك الله خير، وتقبل تحيات الأهل بالسمرة. الله يحييك، واليوم كلهم التحايا، الأهل بحطاب وبالشلعاب وبالسمرة وبالشقيل وبالأدماب، وتاني وين؟ الله يجزيك خير يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. السؤال الأول يا شيخنا. أيوه. دائما الزول لما يكون في برنامج او الناس اذا كان هو جاب اجابه صحيحه يصفقوا له. في ناس يقول لك يا اخي التصفيق ده ما حق الرجال، حق النساء. زول مثلا يعني الطالب تفوق وقال اجابه صحيحه، ما نصفق له هو، ولا نعوده على السنه ما في تصفيق. ايوه. السؤال الثاني، الترويح في الصلاه. ايوه. الترويح ده شايف في ناس بيعملوه في شكل دعاء، الواحد قايم مثلا من السجود يفتح يديه زي الدعاء، يعني نعرف الطريقه الصحيحه للترويح. ايوه. طيب السؤال الثالث والاخير. ايوه. برضه في واحد من الخطباء بيغلط في الجمعه، بعد الرجعة في الرجعة الثانية وقبل الركوع زي ما في مثلا صلاة الصبح، هل يجوز له أن يغلط في الجمعة ولا ما في غلط في الجمعة؟
لا القنوت يعني في نازلة ولا طوالي عادته يقنط في صلاة الجمعة؟ لما يكون في نازلة مرات تجي حاجات كده صعوبة وكده بعد فترة فترة يعني. أيوة بارك الله فيك جزاك الله خير. الله يحييك، شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، الله يبارك فيك. دكتور محمد أمين إسماعيل. الله يحييك، أهلا وسهلا يا أخي الكريم. يونس لو مدينة النهود ولاية الغرب كردفان، ناس النهود بحييك كثير، عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله. أهلا وسهلا، تفضل. السؤال الأول دكتور محمد أمين إسماعيل، بالنسبة للظهار. بالنسبة لشنو؟ الظهار، الظهار. أيوه. زول ظاهر زوجته في أثناء الظهار دام غير رأيه، قال هي هو طلقها. البحث الشنيع. ايوه. والسؤال الثاني دكتور محمد اسماعيل، بالنسبه للكفار حقه الظهار معروفه لصيام الشهرين من قبل ان يتماسى عذ غير رغبه بقى ماشي، يلا بالنسبه للاطعام، الاطعام ضابط انطلق فوق نفس الشيء، الزول بعد بعض يطعم حتى بعد ذاك يضرب زوجته. ايوه. والسؤال الاخير دكتور محمد امين اسماعيل، عليك الله، السؤال الثاني ده بالنسبه للمراه المتوفي زوجها، دكتور محمد اسماعيل، النهوض ما فيها كهرباء والوطن سخنه شديد، يلا الامهات لسه مصرين انه قال المال عندنا خالفنا عاد في زوجها يتوفى كان بينهم جوا الاوض ما يطلعوا الفضايا، ده كلام الحبوبات، الله دائما لك رساله توصل لهؤلاء الناس، يعني المراه المتوفي زوجها ده ما تاكل سمح وما تسوي وتنوم جوا الاوضه، دائما لك رساله لهؤلاء الناس وجزاك الله الف خير يا شيخ. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا يا اخي الكريم. الشيخ يعقوب، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا، عليكم السلام. الدكتور محمد الامين اسماعيل، لك التحيه والسلام. الله يبارك فيك، مرحبا بك والله، تفضل. يا ابوك معك يا اختي. على الاول يا مولانا، في امام بيقول في سوره الفاتحه انا امت عليه، هل انا امت عليه ولا ان امت عليه؟ طيب السؤال نفس السؤال في سوره الفاتحه، بيقول صراط مثلا بدون ما الصوت برضه، هل السؤال طيب. الثاني مولانا، يقول هنا زكاة الزروع، يعني مثلا واحد في القمح مثلا اذا كان 50 شوال بيطلع شوال في القمح هنا الان. نعم يا اخي الكريم، معليش ما سمعنا سؤال عن زكاة الزروع. ايوه مرحبا، عليكم السلام. عوض الله، عليكم السلام. مرحبا، عليكم السلام. انت شعر من الوالد؟ نعم. مرحب مرحب معاك، اهلا وسهلا. عندنا زياده انت الوالد. اقفل التلفزيون يا شيخ حمد الله عشان نسمع كويس. زياده انت الوالد. زياره الوالد؟ هاي الحوار احنا جايين راس كده من والدك ابنه كبير. زياره هاي زياره الوالد يعني شنو يعني؟ أيام من المليح الجنيه راسه. ما أعرف والله يا أخي، ما واضح الأسئلة. زيان العادي دي زيان حقة الراس. أيوه الحلاقة يعني. هاي الحلاقة. أيوه. وزيانة كمان زيادة المظاهر للوالد من يده كبير كده. هاي. طيب زيارة المقابر ده سؤال، وتاني شنو؟ يعني بالنسبة للحلاقة اللي منو يعني؟ المظافر حق اليدين، المظافر حق اليدين الكرهين يبدا في حاجة كبيرة، يمكن الزين ليه ولا ما الزين؟ طيب الله، ما واضح السؤال والله يا شيخ حمد الله يخليك العافية. مرحبا، عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بك، عليكم السلام. عايز أسأل بالنسبة لحرق مع الغرق وغران، يعني لو يزول حرق وما خطيت الحتة ما ضفت فيها حاجة؟ لو شنو؟ يا أختي. يعني لو حرقوا في مكان ما طاهر. يحرق المصحف، يعني مصحف يكون قديم مقطع ولا شنو؟ لا يعني غران لو كتبته الشرعيه وارده عن الرسول عليه الصلاه والسلام.
السلام. عليكم السلام، مرحبا. وفي دعاء بقول. عليكم السلام، مرحبا. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول. أيوة. مرحبا يا أختي. السؤال كنت بسأل عن الدعاء بيقول وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الدعاء من أدعية الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الرقية؟ هذا الدعاء بيقول اللهم إني أعوذ بك من شر عرق النعار، فما معنى هذا عرق النعار؟ أعوذ بك من شر شنو؟ من شر عرق النعار. طيب يا أختي. والسؤال الثاني. أيوة. السؤال الثاني، ما هو مد الفرق؟ فهل هو من المدودة الرئيسية أم من المدودة الفرعية؟ الشنو؟ مد الفرق. والله ما مد ما هو مد الفرق؟ طيب يا أختي، شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا. الله يبارك فيك يا غالي. يا مرحبا. آية الكلالة. أيوة. محمد اللي بيتكلم فيها عن الكلالة، قالوا لا أصل له ولا فرع. أيوة. فالأخت الشقيقة مثلا تورث التلت. أيوة. الباقي بيسحب ليمونه، الباقي ليمونه. طيب. باقي الورث. إن شاء الله، جزاك الله خير وبركة. طيب شكرا. الله يسلمك. الله يحييك. يا مرحبا. عليكم السلام. الو. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت لك اذا كان واحد اللي قال لي يروح في السوق، يوقع في السوق. ايوه. في السوق او في شارع عام، يعرف بها كيف؟ يعرف بها كيف وتكون قاعد عنده لمده سنه ولا كيف؟ طيب. جزاك الله خير. الله يجزي خير يا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. جلالة الشيخ الدكتور محمد الأمين، لك التحية ولكل أسرة البرنامج. الله يحييك ويبارك فيك يا أخي، مرحب بك. الحمد لله. لك التحية من أخونا يوسف زكريا. مرحب يوسف زكريا، مرحب بك. معك النذيرة. عندنا سؤالين. يا مرحبا، تفضل. مثلا بنزل عن الحنة والذهب والذهب والحرير للعريس مثلا في لنا في العادات والتقاليد. طيب. ايوه. السؤال الثاني، في ربع العيد عند تكبيرة الاحرام، في تكبيرة تكبيرات العيد مثلا في ناس بيرفعوا في التكبيرة الاولى بس. ايوه. او بعدين برضه في صلاة الجنازة برضه في ناس بيرفعوا يديهم مرة واحدة، في ناس بيرفعوا يديهم اربع مرات يعني. ايوه. شكرا لك، يديك العافية ان شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا يا اخي الكريم. شكرا. الشيخ عبد الرحيم، عليكم السلام. مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل يا اخي الكريم. عليكم السلام يا اخي. انت الشيخ محمد الامين. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمد الامين. مرحبا. عليكم السلام. ما ادري الاخ عبد الرحيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم الشيخ. اهلا وسهلا ومرحبا. عبد الرحمن الشيخ. مرحبا بك. من الآية 103 من سورة المائدة. اللي هي 103 من سورة المائدة. طيب نشوف في المصحف إن شاء الله. الآية 3 من سورة المائدة. الآية 3 من سورة المائدة. 3 من سورة المائدة. طيب. وعندي سؤال، أنا لما يعني أكون بقعد بقعد أقرأ وأذكر لحد ما تطلع الشمس. نعم. أقرا وأذكر لحد ما تطلع الشمس بعد صلاة الصبح. أيوه. تقرأ قرآن يعني؟ يعني بسبسب وأقرا لحد ما تطلع الشمس. طيب. من خلال ده أطفالي بيتكلموا معايا يعني بينادوني، وقلت علي أنا أدي الحاجة، لو قمت جبت الحاجة ورجعت فيها حاجة يعني بضيع الأجر حق الحج والعمرة. طيب. شكرا يا أختي. شكرا جزيلا. مرحبا يا حسان. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا أختي، تفضلي.
معاكم حساء من ابن محمود. مرحب بيكي. يا شيخ بزعل من زيارة المغابر وراية الغران بالنسبة للميت. أيوة. جزاك الله خير بارك الله فيك. شكرا يا أختي. طيب أيها الأخوة والأخوات لنأخذ هذا الفاصل ثم نعاود إن شاء الله تعالى، ابقوا معنا بارك الله فيكم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أم درمان الوطني رائد وتقنية المصرفية الآن ومن ضمن سلسلة خدمات البنك الإلكتروني بنكي نت، حزمة خدمات الإنترنت المصرفية. التحويل بين حسابات العميل، شراء الكهرباء، سداد الفواتير، الحصول على كشف حساب، معرفة أسعار العملات الأجنبية، الحصول على رصيد الحسابات والموقف المالي، إضافة إلى المزيد من الخدمات عبر الرسائل النصية. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة أقرب فرع من فروعنا أو التواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للبنك. بنك أم درمان الوطني ملتزمون باستدامة التفوق. شركة وادي الجند المحدودة لقطع غيار السيارات، الوكيل الحصري لبلكات إنكرا الأوروبية ذات الجودة العالية، تحافظ على سلامة المحرك وتقلل من صرف الوقود، ذات جودة عالية مع الضمان لمدة عام. بلكات إنكرا الأوروبية، إنكر الأقوى والأجدر، كما تعلن عن وجود منتجات واتكو ذات الجودة العالية، صنعت خصيصا لشركة وادي الجندي بمواصفات خاصة وجودة عالية وبأسعار لا تنافس. والجديد بطاريات واتكو ذات الجودة العالية، بطاريات سائلة وجافة. وادي الجندي اسم يتردد في عالم يتجدد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيد المرسلين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلوات الله وتسليمات عليه، ومستعين بالله سبحانه وتعالى بحول الله وقوته وعون الله وتوفيقه وإذن الله ومشيئته في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا إن شاء الله تعالى. ونبدأ بالأخت رمزت لنفسها بالحرف ألف، اتصلت من الجزيرة وهي تشكو من الوسواس في الوضوء أو في الصلاة. ودائما أقول إذا علمنا أنه وسواس فقد علمنا الحل وعلمنا العلاج إن شاء الله تعالى، لأن الوسواس من الشيطان، فالإنسان لا يلتفت إليه سواء كان في الوضوء أو كان في الصلاة. يعني هو الإشكال إذا واحد يقول لك مثلا بعمل كده في الوضوء بتوضى مرتين وثلاثة، تقول لي عندك وسواس، هذه الإجابة. لكن لما واحد يقول عندي وسواس نقول له خلاص هذه هي الإجابة. الإجابة هذا وسواس، طالما هو وسواس لا يطاع، بس طالما هو وسواس لا يطاع. فالإنسان يتوضأ وضوء عادي كما يتوضأ الناس ويصلي الصلاة كما يصلي الناس، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لا يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة. الأخ الكريم عوض الكريم من الرصير يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كما جاء في الصحيحين وفي السنن وفي المسند وفي المعاجم وفي كتب السنة. فإنسان يطعن في هذا الحديث إلا أن يكون شيعي مثلا لا يعترف بهذه الكتب، فهذه كتب هذه المعتمدة، ماذا بعد صحيح البخاري وماذا بعد صحيح مسلم وماذا بعد أصحاب السنن الحديث فيها. فلعن الله اليهود والنصارى وقاتل الله اليهود، كما عند البخاري قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوها مساجد مع أنهم لا يسمونها مساجد، كما قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. ولذلك جاء في صحيح مسلم لما ذكرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما رأت في الحبشة، في أرض الحبشة من كنائس وفيها من التصاوير ومن الألوان والزخارف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. معنى هي قالت كنائس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شر الخلق عند الله. فمساجد يعني تحذير للمسلمين، مساجد أماكن للعبادة يعني، وأماكن العبادة ممكن تسمى مسجد. حتى في الشرائع السابقة قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى.
واضح الحديث، يعني لا يطعن فيه إلا إنسان يكون أصلا لا يعترف بأصول كتب أهل السنة من البخاري أو مسلم أو أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو المسند أو الموطأ، الكتب المعتمدة عندنا عند أهل السنة. الأخ عبد القادر إبراهيم شلعي من الشلعاب يسأل بالنسبة للتصفيق، هو التصفيق طبعا التصفيق للنساء هذا جاء في الصلاة، في الصلاة إذا أخطأ الإمام قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني إذا كان الإمام أخطأ وفي رجال وراءه يسبحوا وإن كنا نساء يصفقنا، يعني تصفق بيدها. ورد في بعض الآثار وبعض الحديث ضعيفة أنه كان من عمل قوم لوط التصفيق والتصفير، وورد أيضا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فقالوا المكاء التصفير والتصدية التصفيق، وقيل العكس وقيل أقوال غير ذلك، وقيل المكاء هو التصفيق والتصفير والتصدية أي يصد الناس عن البيت الحرام. طيب بالنسبة للتصفيق في عادات الناس هو طبعا لا يدخل في هذا النهي والله تعالى أعلم، نقول الأولى التكبير أن يكبر الناس، لكن إذا صفق الناس ما لا, لا, لا نقول أنهم ارتكبوا أمرا محرما، لأنه هذا إلا بدليل يأتي بالتحريم، فهذه أصلا يعني أشياء في عادات الناس إذا حرمت تحرم بدليل قاطع وما في دليل قاطع. ما ورد من أنه من أعمال قوم لوط التصفيق أو نحو ذلك فهذه كلها حديثة ضعيفة، هذه من ناحية. أما الأولى والتصفيق للنساء هذا في الصلاة. طيب إذن هو الأصل فيه الإباحة والله تعالى أعلم، لكن لو لجأ الناس إلى التحميد أو إلى التكبير هذا أفضل إن شاء الله تعالى وأكمل، لكن لا ما حنقول تقول لإنسان أو ناس صفقوا أنهم وقعوا في محرم أو أنهم ارتكبوا حراما والله تعالى أعلم. بالنسبة لي التلويح في الصلاة أو الترويح في الصلاة، هو التلويح أي رفع اليدين، فهذا عند تكبيرة الإحرام وعند إرادة الركوع وعند القيام من الركوع عند القيام للركعة الثالثة، وهذا في مذهب الشافعية والحنابلة. أما عند الحنفية والمالكية فلا تلويح باليدين إلا في تكبيرة الإحرام، قال الناس بدل ما يعملوا كده يمسحوا وجوههم، لا هنا خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما القنوت في صلاة الجمعة إذا كان على العادة يعني دائما في كل صلاة فهذا هتدخل في إطار البدعة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والله أعلم. أما إذا كان عند النوازل فهي موضع خلاف، يعني لأنه ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، قالوا وما ذكر رضي الله تعالى عنه الجمعة، ما ذكر الجمعة، فهل الجمعة لأنه تقوم مقام الظهر فطالما أنه يقنط في الظهر فإذا كان الجمعة قنت في الجمعة، أم أن الجمعة يستغنى عن القنوت فيها لما فيها من الدعاء على المنبر؟ فلأهل العلم في ذلك قولان، بعضهم قال الجمعة أصلا ما فيها قنوت وإنما يستبدل ذلك بالدعاء على المنبر فيجعل معه الخطبة سواء كان في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية، والأمر واسع والله تعالى أعلم، إذا كان في النوازل وقنت في الجمعة فذلك له إن شاء الله تعالى. طيب أخونا يونس لبن من النهود يسأل إذا كان إنسان ظاهر من زوجته وقال أنت علي كظهر أمي وبعد ذلك طلقها، يعني بعد ما قال الظهار طلقها، هل تلزمه كفارة الظهار؟ لا لا، إلا إذا رجع من الطلاق، طالما طلقها وما رجع من الطلاق لا تلزمه كفارة الظهار، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الحكم لمن يقول ذلك ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا في تفسيرها، يعني إذا رجعوا عما قالوه، هذا صح ما يقال، هناك أقوال أخرى يعني بعضهم جعل يعود لما قالوا إذا ظهر مرتين وذكروا أقوال، لكن الراجح في التفسير ثم يعودون لما قالوا يعني رجعوا عما قالوه في الظهار. طيب هو ما رجع عما قالوا في الظهار أو طلق امرأته فلا تلزمه. طيب إذا رد هذه المرأة، هذه المرأة بعينها المرأة دي ذاتها رجع سواء رجع في عدتها
والله رجعها بعقد جديد تلزم كفارة الظهار. إذا رد هذه المرأة التي طلقها في عدتها طلاق رجعي في عدة طلقة أولى ولا طلقة ثانية ثم ردها قبل انقضاء العدة تلزم كفارة الظهار. وإذا رد هذه المرأة ذاتها بعد انقضاء عدتها بعقد جديد بينونة صغرى أو حتى لو بينونة كبرى ورجعت نفس المرأة أيضا لزمته كفارة الظهار. طيب ده يختلف عن شخص أصلا ظاهر امرأة أصلا ما هي زوجته، والله تعالى أعلم. يعني حتى لو هذه المرأة طلقت طلاق ثلاثة وطبعا حرمت عليه وما بتحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجت زوجا غيره وطلقها الزوج الغير بعد أن دخل عليها ورجعت إلى زوجها الأول يلزم كفارة الظهار والعلم عند الله تعالى. طيب بالنسبة للانتقال قال من عتق الرقبة إلى صيام الشهرين ثم بعد ذلك إلى الإطعام، هل الإطعام أولا أم له أن يطعم بعد أن يجامع؟ لا، الإطعام أولا، التحرير الرقبة من قبل أن يتماسى، كذلك صيام الشهرين المتتابعين أيضا من قبل أن يتماسى، وبالتالي بالتأكيد الإطعام أيضا قبل أن يتماسى. يسأل عن المرأة المتوفى عنها زوجها، بعض الناس بيقولوا إنها ما تطلع للحوش أو لفناء المنزل، ده كلام ما عنده أساس، هي ما تخرج من البيت لكن تتنقل في البيت تتبوأ منه حيث شاءت، من غرفة إلى غرفة إلى الصالون إلى الحوش إلى الديوان إلى المطبخ إلى المخزن إلى أي مكان في داخل إطار البيت لها أن تتنقل فيه إن شاء الله تعالى. أخونا يعقوب من الجزيرة وكذلك أختنا وفاق من الجولد، هذه الأسئلة أنعمت عليهم وصراط وأنواع المدود، هذه كلها إن شاء الله تعالى تحال إلى برنامج حق التلاوة لتأخذوا التفصيل الكامل فيها. وأخونا أخونا حمد الله من غرب كردفان، هو الحقيقة أنا ما فهمت بالنسبة للحلاق السؤال، لكن بالعموم كده إذا كان يقصد ما يمنع منها يمنع ما يعرف بالقزع اللي هو يحلق جزء من الشعر بالموس ويترك شعر غير محلوق، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم اتركوه كله أو احلقوه كله. أنا ما أعرف هل هذا هو السؤال أم لا. وبالنسبة للزيارة زيارة المقابر زيارة المقابر مشروعة وفيها من الثواب إن شاء الله تعالى، وقد نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين ولا تقولوا ما يسخط الرب، وقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن ما فهمت بالنسبة للوالد يقصد يعني يحلق للوالد أو يزور الوالد، أنا ما فهمت السؤال. وعلى كل بر الوالد مطلوب في كل أحواله. طيب أخونا أبو محمد من الشمالية يسأل بالنسبة لل إذا كان إنسان ترثه الأخت الشقيقة وما في أي إنسان يرد لها إن شاء الله تعالى بالرد، يعني حتى ترث كل المال طالما ما في أي إنسان من الورثة من الأولياء الذكور أو نحو ذلك. أخونا مزمل الوسيلة من أم كويع من جبل أولياء يسأل إذا وجد الإنسان مالا في السوق ويعرف هذا المال، طيب بعد ذلك هو يعرف المال ويمكن أن يتصرف فيه، يعني لأنه قد يفقد المال القيمة، لكن متى ما رجع الإنسان فهذا المال في ذمته يرده كما هو ويظل يعرفه. أخونا النذير ويوسف زكريا يسأل عن الذهب والحرير بالنسبة للعريس، فلا يجوز أصلا لا للعريس ولا لغيره، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء يحمل في يده اليمنى عليه الصلاة والسلام ذهب وفي يده الأخرى يحمل حرير، وقال عليه الصلاة والسلام هذان محرمان على ذكور أمتي حل لإناثها. فإذا كان وطبعا الحرير المحرم هو الحرير اللي هو الحرير الطبيعي، لكن في ثياب مثلا يقول لك هذا القماش حريري والأقمشة حريرية صناعية،
يعني لأن ناعمة الملمس هذه لا تدخل فيه التحريم، وإنما التحريم هو الحرير الطبيعي. والذهب طبعا معروف محرم على الرجال في هذه الأمة، والوعيد فيه شديد شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إنما هي جمرة من النار، يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في أصبعه، نسأل الله السلام، ويريت لو نار عادية، نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فالمسألة فيها وعيد شديد وترهيب شديد. ويسأل الأخ النذير عن رفع الأيدي في التكبيرات في صلاة العيدين وفي صلاة الجنازة. نعم، خلاف معتبر يا أخي الكريم مع اتفاقهم على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة أو في صلاة العيد. وبعد ذلك هل يرفع اليدين مع كل تكبيرة من التكبيرات في تكبيرات العيد أو في تكبيرات الجنازة أم لا، على خلاف بين أهل العلم. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الرفع لا يكون إلا في تكبيرة الافتتاح، وانتصر لذلك شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإنسان يرفع يديه في كل تكبيرة في تكبيرات الجنازة وكذلك في تكبيرات العيدين، وذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة. والذين منعوا التكبير إلا تكبيرة الإحرام هم الحنفية والمالكية. ورفع التكبيرات في كل رفع اليدين في كل التكبيرات جاء هذا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مع العلم بحرصه الشديد على السنة، ولذلك جعلوها من سنن الصلاة في العيد أو في الجنازة الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى. أما أختنا زهراء من شندي تسأل عن الآية الثالثة وهي قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إلى قول مطرف في مخمصة إلى آخر الآية. فهذه الآية في أواخر التنزيل، وهذه فيها تفصيل ما حرم الله سبحانه وتعالى. والميت ما مات حتف أنفه، واستثنى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ميتة البحر، واستثنى كذلك الجراد. والميت والدم هو الدم المسفوح، ميتة والدم ولحم الخنزير معروف، وما أهل به لغير الله يعني ذبح لغير الله تعالى ولم يذكر فيه اسم الله تعالى تعمدا وعن قصد ليكون الذبح لغير الله عز وجل، ما أهل به لغير الله، والمنخنقة التي ماتت خناقا، والموقوذة التي وقذتها أختها وقذها شيء وصدمها شيء، والمتردية التي سقطت من أعلى، والنطيحة التي نطحت أو نطحت أختها، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم يدخل في كل السابق على أصح أقوال أهل العلم، إذا لحق الإنسان بالذبح أو النحر أو التذكية فجازت بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب على الأصنام أو عياد الجاهلية، وأن تستقسموا بالأزلام، كانوا يستقسمون بالأزلام في الجاهلية، افعل ولا تفعل، امضي وارجع ونحو ذلك. والشريعة جاءتنا بدلا عنها بصلاة الاستخارة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي اكتملت الأحكام الشرعية، وما نزل بعد ذلك من آيات قرآنية ليس فيها حكم جديد، وإنما هو تأكيد لما سبق من أحكام، الله تعالى أعلم. تسأل الأخت الكريمة: إذا جلست بعد صلاة الفجر في مصلاها تقرأ القرآن وتذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس، إن شاء الله تعالى لها أجر الحج والعمرة التامة، كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك وعن أبي أمامة الباهلي. وإن كان الكلام عن من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه،
ولكن قال أهل العلم أن المرأة تجد هذا الأجر إن شاء الله تعالى وهذا الثواب كاملة إذا صلت حتى لو منفردة، طالما أنها ما خطبت بصلاة الجماعة على الوجوب على قول من يقول وجوب، أو على حتى السنية المؤكد على من يقول من يقول ذلك، فلها هذا الأجر. طيب إذا قامت ورجعت، لا، هو الأصل فيها حبس، إن الإنسان ينحبس، فلذلك يعني إلا إذا اضطر الإنسان إلى شيء حتى يقوم بعد ذلك بتبقى صلاة الضحى يعني، لكن هذا الأجر وهذا الثواب لمن ظل باقيا ومحبوسا في مصلاه. الأخت أم حسان من ود محمود من الجزيرة تسأل بالنسبة لزيارة المقابر، ما أدري هل تقصد زيارة المقابر عموما مرة الإجابة أم تقصد بالنسبة للنساء، وزيارة المقابر للنساء على قولين لأهل العلم، فمنهم من ذهب إلى إباحة ذلك أو جواز ذلك أو ربما استحباب ذلك، وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية، وبعضهم ذهب إلى النهي بل التغليظ في ذلك وهم الحنابلة رحم الله تعالى الجميع، والله تعالى أعلم. لعل الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة لما سألته يا رسول الله أرأيت إن أتيت القبور ماذا أقول، فقال عليه الصلاة والسلام قول السلام عليكم أهل الديار إلى آخر الحديث. وكذلك قالوا بالنسبة لحديث المرأة التي وجدها رسول الله عليه الصلاة والسلام في البقيع جاثية عند قبر تبكي، فقال لها اتق الله يا أمة الله واصبري، فقالوا لو كانت زيارة النساء ممنوعة لقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي أو لا تأتي أو لا تزوري، والله تعالى أعلم. ولكن مع ذلك طبعا في نهي عن الإكثار أو إكثار النساء من زيارة للقبور لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، أما زائرات ففيه ضعف، وزوارات أي كثرة الزيارة، والمرأة لأن أصلا معرضة للفتنة وربما معرضة للجزع وعدم الصبر، فالأولى أن لا تذهب إلى المقابر حتى تخرج من هذا الخلاف المعتبر جدا في الفقه الإسلامي، لا سيما أن الحنابل عدوا ذلك من الكبائر، يعني عند الحنابل زيارة المرأة للمقابر يعدوا من الكبائر، فلذلك أصلا لا داعي أن تزور المرأة المقابر. والحنابلة قالوا بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقصد المرور يعني، والله تعالى أعلم. بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثواب قراءة القرآن للميت خلاف بين الفقهاء وخلاف قديم جدا. طيب بالنسبة للمذاهب هي ذهب الجمهور إلى أن ثواب القرآن لا يصل إلى الميت، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ومنهم من ذهب جواز إهداء ثواب القرآن لقراءة القرآن وإهداء الثواب للموتى، وهذا مذهب الحنابلة، ورواية عند الشافعية نسبها النووي رحمه الله تعالى إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الجميع. وسبحان الله عند المتأخرين، هذا القدامى، عند المتأخرين أئمة الحنابلة يفتوا بعدم وصول ثواب القرآن للميت، ومتأخرو الحنفية والشافعية والمالكية يقولوا بإهداء ثواب القرآن للميت، والله تعالى أعلم. ولولا أن يقرأ الإنسان لنفسه وبعد قراءة القرآن يدعو للميت، لأن الدعاء بعد قراءة القرآن مستجاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأتم القرآن فاسألوا الله به يستجب لكم، والله تعالى أعلم. طيب لنأخذ هذا الفاصل ثم نعاود إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا بارك الله فيكم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مجموعة أقلام لينك، الجديد من أقلام لينك، قلم جلايسر. قلم جلايسر متوفر بعشرة ألوان مختلفة، هيكل مزخرف وجذاب، مظهر براق، مقبض مبطن، كتابة رقيقة وسلسة، والمفاجأة قلم التوأم، رصاص وحبر في قلم واحد. مجموعة أقلام لينك، الوكيل الحصري لأقلام لينك بالسودان، مكتبة العاصمة القومية.
موقعنا الخرطوم شارع الطيار مراد مقابل صيدلية كمبان، بحري المحطة الوسطى، غرب مجمع أصيلة، أم درمان مجمع المكتبة، جنوب الوسطى مجموعة أقلام لينك. للاستفسار 0183 77 0518. مجموعة أقلام لينك، كتابة عميقة بتأثير عميق. وادي الجندي لصيانة وتأهيل السيارات، أحدث مركز لصيانة جميع أنواع السيارات على أيدي فنيين ومهندسين مهارة، صيانة دورية، صيانة وقائية، صيانة طارئة، فحص بالكمبيوتر، سمكرة وطلاء السيارات، بنشر حديث، ترصيص لساتك السيارات، ميزان دريسكون، غيار زيت بالشفط، صيانة ونظافة التميزرات. يوفر المركز جميع أنواع قطع الغيار اليابانية والكورية أصلية من المنشأ. سلمنا المفتاح وارتاح. وادي الجندي لصيانة وتأهيل السيارات. شركة بتروباش للأنشطة المتعددة المحدودة، الوكيل الحصري لزيوت وشحوم فوكس الألمانية بالسودان. أنشأنا أكبر وأحدث مصنع لإنتاج الزيوت والشحوم في السودان. نغطي أكثر من 60% من حاجة السوق المحلية للشحوم وزيوت المحركات. نصنع العبوات المعدنية والبلاستيكية. مصنع فوكس مجهز بأحدث مختبر لضبط الجودة. تتميز منتجات فوكس بالحماية الدائمة ضد تآكل أجزاء المحرك، تحمل ظروف التشغيل في درجات الحرارة المختلفة، تقليل استهلاك الوقود، المحافظة على نظافة المحرك. أبحاثنا مستمرة لنصنع الجديد والمفيد. زوروا موقعنا المنطقة الصناعية سوبا أو اتصلوا بنا، هواتفنا على الشاشة. شركة بتروباش للأنشطة المتعددة المحدودة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرحبا مجددا الإخوة والأخوات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. يا مرحبا، حياك الله يا أخي الكريم. الله يبارك فيك يا أخي. عندنا سؤال كذي والله، ونحن في السوق طبعا. أيوة. اشتغل في مجال الاستيرات. أيوة. وبعدين الناس الميكانيكية يعني بيجيب لك الزبون بدور شنو عمولة، وهو في نفس اللحظة شغال بصين العربية. طيب. وكما ديت عمولة ما بيجيب لك زبون، وما في زول بيجيك، وأي زول بيشتري بيقول بيشوه لك سبيرك، يعني بيقول الزول ده سبير وكعب. هو الميكانيكي ده يعني شغال معاكم يعني ولا شغال اصلا برا؟ ما معاي في السوق، عنده محله شغال فوق، وجاو زول مثلا بيجي وبيجيبه ليك وبيقول له شيل السبير من الزول ده. ايوه. يشيل منه بعد ينتهي من شغلته وقاول الزول، بعد ذاك بيدور منك انت عموله برضه تدي حقه. ايوه. طيب جميل. وناس الشركات برضه المندوب بتاع الشركه بيدور له عموله برضه. يعني الشغلة بقت ما بتدي الحاجة دي، وما عارف نتعامل كيف في السوق مع الناس دي. طيب. والدكاكين دي كلها شغالة بالعمولة دي. طيب يا أخي الكريم. الله المستعان. السؤال الثاني، عندي سؤال ثاني معليش يا فضيلة الشيخ. أي تفضل يا أخي. وبالنسبة لنحن عندنا زاوية في السوق، مثلا الزور اللي بيقيم الصلاة ما بيكبر ورا الإمام، هل يجوز الكلام ده ولا ما بيجوز؟ يعني ما بيسمع صوت الإمام مسموع. أيوة. أي بارك الله فيك يا شيخ. شكرا. الله يبارك فيك. مرحبا. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ محمد العين. عليكم السلام، مرحبا بك. شيخ خالد إن شاء الله بيك، حبكم في الله. عندنا سؤال. أيوة مرحبا يا شيخ محمد. شيخ خالد إن شاء الله بيك. عندنا مركز بتاع العقد. مركز بتاع العقد. أيوة. مركز بتاع العقد. ايوه. كيف يعني؟ ما المركز ماله؟ مركز بتاع العقد. اي ماله؟ الكذب ده، الكذب بتاعه يكون كيف يعني كيف حلته وحرمته وكذا، ده نعرف ان شاء الله. يعني مركز بيلعبوا فيه شنو يعني؟ بلاي ستيشن يعني؟ بلاي ستيشن بلياردو. ايوه. طيب. بلاي ستيشن بلياردو. طيب يديك العافية. ده نعرف الحل بتاع الكذب بتاعه. طيب يا اخي الكريم شكرا. يا مرحبا. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بزار من الوداع الاستثمارية في البنوك. أيوة.
ساعتها بتحط رصيد في البنك تفتح حساب ويقول لك نهايه السنه عندك ارباح. انت بتخطوا اصلا معاهم كوديعة استثمارية مش كده؟ ايوه وديعة استثمارية، لكن ممكن تسحب وتشيل وتدخل عليك كيف. طيب يعني القروش يمكن تسحبها وترجعها، تسحبها وترجعها. عندهم نسبة ارباح 75% يدوني انا، 25% دول اذا كان حصلت خسارة بنتحملها الاثنين البنك والزبون. طيب رايدين في ذلك شنو؟ طيب يديك العافية، شكرا. الله يبارك. الله يحييك، أهلا وسهلا. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. مولانا. الله يحييك يا أخي. لدي سؤالين. أيوة تفضل يا أخي الكريم. السؤال الأول. أيوة. أيوة تفضل يا أخي، مرحبا بك. الو مرحبا، عليكم السلام ورحمه الله. السؤال الاول، عندنا زول اخو مولانا في رمضان السنه الفاتت، ايوه كان جاو الوطا خريف وغمامه كده وجليل ناس، وقال له زمن الفطور جاء فطر قبل زمن الفطور بمصطاع. ايوه طيب شكرا جزيلا. عليكم. مرحبا، عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك والتحية للفريق العام الدكتور. الله يحييك، أهلا وسهلا يا أخي الكريم. ومعك العطا يوسف طه غالية العطا حسين محلية المناجي. مرحبا، الله يبارك فيك. التحية لي، التحية من أهلنا في العطا فلين دكتور خاصة أنت. مرحبا والله، أهلا وسهلا لكم، التحية كلكم والله. دكتور بالنسبة هنالك حديث ورد في صلاة المشروق، يعني الحديث ده فيه روايتين على ما اعتقد، وانت ادرى بذلك، يعني ما فاتكم فاتمه، والرواية الاخرى من فاتكم فاخذوا، فارجو يعني ان تفصل لنا الروايتين معا يعني حتى يكون الامر واضح. يعني السؤال الاول. طيب السؤال الثاني بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة اولية الجمعة، إذا كان الناس في المسجد ويغطون في الحلقة قرأوا يعني السورة في جماعة، فهل أحسن تقرأ في جماعة ولا كل شخص يقرأ بانفراد؟ يعني أيهما أصح، يعني انفرادا يقرأ بالجماعة بالتباقي إذا كانوا هم يقرؤون في الحلقة ومن عددهم دائما يقرؤون في المسجد في شكل حلقات؟ طيب أيهما ما أصح يعني؟ وجزاك الله خير إحسان. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طيب شكرا أيها الإخوة والأخوات، ونستعين بالله سبحانه وتعالى في الإجابة على الأسئلة. نرجع لأختنا وفاق من الجولة، سألت عما جاء فيه ما علم النبي عليه الصلاة والسلام من الرقية كما جاء في السنن عند الترمذي وابن ماجه وعند أحمد والبزار. السؤال عن من شر عرق النعار، اللي هو الحديث بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار. العرق النعار يعني الذي يؤلم، يعني نحن نقول ينغز، يعني كل مرة يقوم على الإنسان بوقزة أو بطعنة أو بنغزة، هذا النعار، ومنه النعرة اللي هي التعصب لشيء معين. من شر عرق النعار ومن شر حر النار، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال هذا إذا كان إنسان عنده حاجة بتقوم عليه وتؤلمه، لا يمكن أن ورد أن يقول هذا الدعاء النبوي، يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار. وكذلك كما ذكر ابن تيمية وابن القيم يقرأ قول الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أخونا عامر من الخرطوم يسأل بالنسبة للمكانيكي بيجيب يشيل الإزبير، يجيب الواحد يشتري إزبير ويشيل عمولة، أيوة من حقه يشيل عمولة، إنما المكانيكي بقى سمسار بالنسبة لك يا أخي الكريم. فالمكانيكي اللي بيجيب لك ناس عشان يشتروا الإزبيرات من حقه تديه عمولة، وممكن تتفق معاه، وإنت ممكن شفت المكانيكية كلهم تمشي تلف عليهم يا مكانيكية عندكم أي زول جيبوا لي وحقكم برا، فده ما في إشكال. لكن الاشكال وين؟ الاشكال في المندوب بتاع الشركة ده. مندوب الشركة ده ما عنده اي حق يشيل اي عمولة طالما عنده مرتب طالع له من الشركة.
يلا هنا دي المشكلة الخطيرة والمريبة والسيئة والله. ونسأل الله السلام والعافية. وانت ممكن تستعوض عن الشركات بالميكانيكية اللي قلتهم ديل، فالميكانيكي ما شغال معاك اصلا هو، ولا شغال مع جهة تانية بتديه، هو شغال بكسبه وبإضراعه ويرسل للزبيرات ولا يجي هزات ويشيل، ويبقى لك سمسار، يبقى ميكانيكي في شغله داك ويبقى لك سمسار في الزبيرات بتاعتك، فده ما في اشكال ان شاء الله تعالى والله اعلم. بالنسبة للزاوية عندكم التبليغ اللي هو التسميع والتبليغ، وما في داعي له خلاف الاولى زي ما قالوا المالكية طالما الناس سامعين، فلكن اذا بلغ فالصلاة صحيحة على كل حال، ويناصح بالحسنى وبالتي احسن، اذا اصر على ذلك خليه. واحيانا بيكون الزوايا بتاعت السوق وكده بتحتاج لتبليغ، لانه مرات بيكون في ناس برا وفي ناس بعيدين وكده، قد يحتاج يعني والله تعالى اعلم. اخونا محمد من الصالحة يسأل عن مركز الالعاب للاطفال او للشباب والفتية والصبية، وبالنسبة للكسب ما في اشكال ان شاء الله تعالى، بس تعمل لهم ضوابط، يعني تكتب لهم ضوابط، ممنوع لعب الميسر، انه المغلوب يدفع والحاجات زي دي كلها تكون مشرف عليها انت وتتأكد منها تماما. وبرضو تعمل لهم ضوابط اثناء الصلاة، لازم يقيفوا من الشغل ويمشوا من اللعب ويمشوا الصلاة وهكذا. اذا عملت لهم الضوابط دي ان شاء الله تعالى ما في حرج والله تعالى اعلم. اخونا محمود من شرق النيل، الوديعة التي ذكرتها بالحالة التي ذكرتها طيبة ان شاء الله تعالى، اللي هو ده اتفاق مضاربة تجارية، يعني زي ما قلت بيتفقوا معاك الربح والخسارة، الخسارة تتحملها معا والارباح لكم معا، وده الشريعة ان شاء الله تعالى. الاخ سالم من جنوب كردفان يسأل، قال في رمضان، ونسأل الله يبلغنا رمضان، نسأل الله تعالى ان يبلغنا رمضان وان يعيننا على الصيام والقيام ويجعلنا من الفائزين فيه برضوانه والعتق من نيرانه والفوز بجنانه. والحديث ضعيف انه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فيه مقال على كل حال، وان كان هو دعاء والدعاء اصلا ما توقيفي، يعني كون الدعاء ما توقيف انسان سأل الله ان يبارك له في رجب وفي شعبان وان يبلغه رمضان ما اشكال، بس الحديث ما صحيح. فنحن دخلنا رجب ونسأل الله ان يبارك لنا في رجب وان يبارك لنا في شعبان وان يبارك لنا في رمضان وأن يبارك لنا في سائر العام وأن يبارك لنا في المحيا والممات، الحديث ما صحيح، لكن الدعاء طيب والدعاء أصلا ما توقيفي، فدي نقطة برضو مهمة. يعني في ناس إذا سمعوا واحد قال اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان يقول لك يا أخي دي بدعة، لا ما بدعة والله معليش، يقول له الحديث ما صحيح، الحديث ضعيف جدا شديد الضعف، نعم، لكن دعاء ندعو الله عز وجل أن يبارك في رجب وفي سائر العام وفي شعبان وفي سائر أيامنا وأن يبلغنا رمضان في رضوان إن شاء الله تعالى. السؤال من الأخ سالم من جنوب كردفان يسأل، قال الناس ظنوا غروب الشمس واتضح لهم خلاف ذلك وأفطروا، هنا عليهم القضاء، رفع عنهم الإثم وعليهم القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، يقضوا اليوم ده إن شاء الله تعالى وما عليهم إثم إن شاء الله. الاخ العطا يوسف طه من العبط حسين من المناقل يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، او قول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فاقضوا. فدائما نقول يا اخواننا صلاة المسبوق من اوسع يعني الفقه الاسلامي توسع فيها جدا، وباي كيفية تم المسبوق وصلاته فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى طالما تم الركعات المطلوبة، يعني صلى الظهر في النهاية محصلته أربعة، أو محصلته في العصر أو العشاء أربعة، وفي المغرب ثلاثة، وفي الفجر اثنين، خلاص تمت الصلاة بإذن الله تعالى. سواء يعتبر ما أدرك مع الإمام أول الصلاة أو يعتبر ما أدرك مع الإمام آخر الصلاة، وسواء قضى فيه الأقوال وأتم فيه الأفعال فالصلاة صحيحة كلها إن شاء الله تعالى. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من السنن يا إخواننا، إنه الإنسان يقرأ يوم الجمعة كما صح الحديث عند الترمذي وغيره، كانت له نورا إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام في بعض الروايات، وكانت له نورا إلى الجمعة التي تليها، وكانت له نورا ما بينه وبين البيت العتيق وما بينه وبين السماء.
ويقراها الإنسان يوم الجمعة، وكذلك ورد ليلة الجمعة، ويوم الجمعة آكد من ليلة الجمعة، وحبذا لو جمعهما، يعني لو قرأ ليلة الجمعة من غروب شمس الخميس يقرأ بالليل ليلة الجمعة يقرأ، وتاني يقرأ يوم الجمعة إن شاء الله تعالى يكون أخذ بالحديثين أو بالرواية بالحالتين، يعني مجموعة حديث هنا ومجموعة حديث هنا. طيب إذا قرأها في 24 ساعة أجزأته، يعني من غروب شمس الخميس إلى قبيل غروب شمس الجمعة أجزأته إن شاء الله تعالى، والنهار آكد لأن حديث النهار أقوى. طيب قراءة جماعة لا ما حققنا الحديث، لأن الحديث إنه الإنسان يقرأها، يقرأ الكهف من أولها إلى آخرها، من أول السورة الحمد لله إلى آخر السورة من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فلا بد أن يقرأ كلها كاملة. لكن لما نقرأ في حلقة أنا حقرأ صفحة واحدة، ولا أقرأ نجمة، ولا أقرأ حزب، ولا أقرأ نص، فما حقرأ كلها، فالأولى أنه الإنسان يقرأها كاملة والله تعالى أعلم. نحن يمكن وصلنا نهاية الحلقة أيها الإخوة والأخوات، ونشكر لكل الإخوة ولكل الأخوات الذين هاتفونا وشاركونا، ونشكركم جميعا شكرا جزيلا لاختياركم لقناتكم قناة طيبة ولإذاعتكم إذاعة طيبة، والفريق العامل في قناة طيبة وفي إذاعة طيبة في شوق إلى دعواتكم، فشركون في الدعاء الصالح وتقبلوا منهم التحايا. جديد الملتقى إن شاء الله وبإذن الله تعالى، أستودعكم الله إلى ذلكم الحين، وصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية بنك درمان الوطني. مجموعة أقلام لينك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.